اهلا بيكم يا دكاترة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنكمل كلامنا عن دور الصيدلي في الاوبريشن روم او في العمليات، او الدور اللي احنا بنسميه سيرجري فارماسيست او اوبريشن روم فارماسيست. طبعا بكل المعلومات المفروض يكون ملم بيها الصيدلي اللي ماسك البوزيشن ده. اللي لسه ما شافش اول حلقه ممكن اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، او هتخش على القناه هتدور على البلاي ليست بتاعه صيدلي العمليات اللي نتكلم فيها عن المجال ده ومجالات اخرى كتير بامكان الصيادله ان هم يشتغلوا فيها. النهارده هنتكلم بالتحديد عن اللاب انفستيجيشنز اللي بتطلب بري اوبريتيف او اللي بتبقى قبل العمليات. بس قبل ما ابدا، يعني اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفيدوا من المحتوى. لو سمحتوا، لو بتستفيدوا من المحتوى اللي انا بقدمه، يا ريت تتفاعلوا مع الفيديوز بشكل اكتر، تعملوا لايك، تعملوا شير، تسيبوا لي تعليقاتكم علشان اقدر اكمل. طيب تعالوا بقى نتكلم عن البري اوبريتيف انفستيجيشنز. الحقيقه في جمعيه اسمها American Society of Anesthesiologists او الاي اس اي، دي مسؤولة عن كل ما يخص الجايدلاينز بتاعة التخدير والعمليات الجراحية، كل الجايدلاينز regarding use of anesthesia medications. الحقيقة الجمعية دي قسمت pre-operative investigations اللي هي التحاليل او الفحوصات اللي بتطلب قبل العمليات لنوعين: routine investigations و indicated investigations. ايه الفرق ما بينهم؟ الروتين انفستيجيشنز دي مجموعة من التحاليل والفحوصات تطلب ايا كانت نوع العملية، حاجة كده روتينية ملهاش اي علاقة بالحالة او مش متفصلة على الحالة. يعني هي مجموعة من الفحوصات بتطلب في جميع الحالات، ودي طبعا يعني مش افيشنت قوي لانه هي مش متركزة على حاجة، ما بتمنعش مثلا سايد افكت معين او ادفيرس افكت معين، ده غير ان هي بتبقى كتيره فطبعا هاي كوست، فهي اكتشلي يعني نوت ريكومندد. عشان كده بدا يبقى في حاجه اسمها انديكيتد انفستيجيشنز، ان انا مش كل العمليات هطلب فيها نفس الفحوصات، لا، على حسب البيشنت، على حسب حاله المريض اللي عندي والكيس اللي عندي هبدا اطلب انفستيجيشنز مخصوصه للحاله دي. وطبعا كل الكلام ده احنا هنتكلم عنه بالتفصيل، بس عشان تبقى انت فاهم يعني ايه روتين انفستيجيشنز ويعني ايه انديكيتد ومين اللي حط الجايد لاين ده او ان يبقى فيه الانديكيتد انفستيجيشنز دي، لان هي لو كوست، يعني هي اكيد اقل بكتير من ان اقعد اطلب راست انفستيجيشنز كده لايا كان الحاله سواء ليها فايده او ملهاش، وكمان هاي فاليو لان هي يعني مقصود منها ومن نتائجها ان انا اما اتجنب مثلا سايد افكت معين او ان انا اخد اجراء معين بناء على الحاله او الكيس اللي عندي. فطبعا احنا متفقين كده انه الانديكيتد هي الافضل وهي المو يعني اللي ليها هاي فاليو كابري اوبريتيف انفستيجيشن. الاي اس اي كمان قسمت او عملت كلاسيفيكيشن للبيشنتس على حسب الفيزيكال ستاتس بتاعتهم لحوالي 5 او 6 جروبس، الاي اس اي 1 واي اس اي 2 واي اس اي 3 و 4 و 5 و 6. ال 1 ده اللي هو النورمال الهيلثي بيشنت، بيشنت مش بيشتكي من اي امراض، تمام. ال 2 او الـ ASA2 ده patient with mild systemic disease. زي ايه المايلد systemic دول؟ زي مثلا واحدة pregnant، واحد عنده hypertension بس controlled او يعني well controlled hypertension او well controlled diabetes mellitus او mild lung disease مثلا، او obese بس مش morbid obesity. كل البيشنتس دول يعني تحت جروب الـ ASA2 او الـ Physical Status 2. في الـ ASA3 ده patient with severe systemic disease،
ده واحد عنده بقى سي او بي دي، عنده موربيد اوبيسيتي، عنده نوت كنترولد او بولي كنترولد دايابيتس ميليتس او هايبرتنشن، كل الحالات دي. طبعا في حالات تانية يعني، بس كل الحالات دي بتندرج تحت الجروب 3. في كمان جروب 4 اللي هو جروب 4 ده patient with severe systemic disease، بيشكل دايما خطر على حياته او life threatening disease. زي ايه؟ زي واحد مثلا حصل له myocardial infarction اصلا عنده، او واحد عنده تشاك، عنده سبسز، عنده الاجكشن فراكشن بتاعه قليل، او واحد عنده اند ستيج رينال ديزيز مثلا. اوكي، كل دول الجروب الرابع. الجروب الخامس ده موربن بيشنت which is not expected to survive without the operation. يعني patient morbid يعني بيحتضر، patient بيحتضر لو ملحقتوش بالoperation دلوقتي او بالعملية دلوقتي ممكن هو he will not survive. الجروب الاخير ده يعني هو اصلا للpatients اللي حصل لها اصلا brain death، فهي تعتبر اصلا dead. ده بالنسبة للASA. نيجي كمان للنايس. النايس دي National Institute of Healthcare Excellence، دي non-governmental organization موجودة في انجلترا، مهتمة قوي بالإيكونوميكس بتاعت الأدوية والإجراءات الطبية أو الهيلث إيكونوميكس يعني، والهيلث تكنولوجي أسسمنت يعني مهتمية باقتصاديات الدواء. فمؤسسة زي نايس دي لازم تبص للتكلفة بتاعت الحاجة. فأكيد أكيد لو احنا جايين بقى بنتكلم عن روتين و indicated investigations، أكيد مش هيعجبها قصة الروتين and investigations اللي هي ممكن تكون of high cost و low value. تمام، ف actually هي doesn't recommend الروتين تيستس، ومن ضمنها التيستس اللي قدامنا دي طبعا هي doesn't ريكومند الروتين تيستس زي السيكل سيل تريت تيستس، ما عدا فور افرو امريكانز ال HbA1c او السكر التراكمي، الا لو بيشنت اوريدي دايابيتك وما عملش اناليسيس خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، الالكترولايت ديترمينيشن، الشست اكس راي، اليورين تيست والايكو، الا في حاله لو البيشنت ده عنده سسبكت، البيشنت ده سسبكتد انه يكون عنده كاردياك بروبلم. كل التست دي اعتبرتها غير يعني ذات قيمه الا في حالات معينه اللي احنا كاتبينها دي. طبعا الكلام ده مجرد مقدمه، احنا هنتكلم عن التست دي بالتفصيل، لانه الاوبريشن روم فارماسيست او السيرجري فارماسيست لازم يكون بقى فاهم امتى الانفستيجيشن ده يكون مهم وامتى اعتبره روتين تيست و اوف لو فاليو، هو مش هيضيف لي كتير في العمليه اللي البيشنت داخل يعملها. عشان كده هنتكلم عليها بالتفصيل بس في حلقه تانية لو لقيت تفاعل. ارجوكم لو بتستفيدوا من المحتوى اللي انا بقدمه يا ريت تدعموني علشان اقدر اكمل. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.